السلام عليكم متابعينا من برا الرياضي. الان نحن في اطار تغطيه مباراه نهائي كاس السوسه اللي جرت بملعب الانبيات ما بين فريقي اتحاد بن سرقاو وكذلك فريق اتحاد فتح الزقان، واللي انتهت المباراه لصالح الاخير بالضربه الترجيحيه. الان معنا السيد عبد الواحد بلمير مدرب فريق اتحاد فتح الزقان. مرحبا بك السيد عبد الواحد، وشنا هي الانطباع ديالك من بعد فوز الفريق ديالك الفريق الشاب على فريق اتحاد بن سرقاو في مباراه نهائي كاس السوسه بالفوز بهذا اللقب؟ شنو هو الانطباع ديالكم كمدرب الفريق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه للرياضي ديال المنبر الرياضي. هو كما كتشوفوا فرحه في وجهه الشباب هذو اللي حقوا الفوز على فريق بن سرقاو. فريق بن سرقاو اللي لعب في الفريق الاول، حنا اضطرينا نلعبوا بالفريق الشبان حيت الفريق ديالنا الاول خدا مقابله مصيريه الامس. وكي كتشوفوا شباب ما كيتزوجوش 20 سنه استطاعوا باش يفوزوا باللقب. ماشي سهل تفوز باللقب ديال كاس سوس هنا في سوس، واستطعنا تغطينا فرق كبرى كتيزنيت حسنيه انزا في انزا، واللحظه كان تجاوزوا بن سرقاو في النهايه. المقابله كانت شيقه كما تابع الجميع، وهاد الشباب كنتمنى لهم حظ موفق. كتنتظر مقابله صعبه في كاس اكشود ضد اتحاد ايت ملول، مقابله صعبه اللي خصنا نوجدوا لها كذلك، نوجدوا لها في الاسبوع المقبل او اسبوعين. وكذا تشوفوا هاد الشباب الفرحه اللي على وجوههم، وكنتمنى لهم حظ موفق كما قلت. ان شاء الله كنتمنى لكم حظ موفق. بالنسبه للاستعداد ديالكم مثل هذه المباراه النهائيه، كيفاش كان الاستعدادات؟ كيف ما غادي يكون ان شاء الله استعدادات المنافسه الجايه مثل اكشوت كما ذكرتي؟ واش استعدادات عاديه كيف باقي المقابله تاع منها استعدادات مغايره؟ بالنسبه للاستعدادات كانت عاديه، خصوصا تزامنت المقابله مع امتحانات البكالوريا، لقينا بعض المشاكل في الغيابات ديال الغياب ديال اللاعبين، ولكن الحمد لله استطعنا باش نقوموا بتدريب رياضيه في وسط الاسبوع، حصه او حصتين على الاقل، واستطعنا باش كما تنقولوا نجريو الماتش بداك الشيء اللي عندنا. ما خدمناش على اللياقه البدنيه العاليه، وجينا الماتش كما شفتوا استطعنا الفوز. شنو يمكن لك تقول في حق بعض النجوم اللي تألقوا، بعض الشباب تألقوا في المباراه، خصوصا الحارس اللي سبق انا هضرنا عليه في موقع المنبر الرياضي مره ماضيه، واليوم كيتألق على جدار استحقاق الضربات الترجيحيه، وهو اللي كرر عليها الفضل ديال الفوز ديالكم بهذا الكاس. شكرا. كما سبق كنقول بان عندنا حارس كبير اسمه بن شقرون، عندنا لاعب وسط الميدان رقم 10 عمر ابيضار، لاعب في مستوى ذو تقنيات عاليه اللي كتدخل يلعب فرق الكبار. عندنا لاعب بوبريك رشيد باعلي، عندنا ملال لاعبين ان شاء الله يقولوا المكانه ديالهم في السنه المقبله ضمن الفريق الكبار. وكذلك ما نغفلوش بعض اللاعبين خصهم بعض الرتوشات باش يوصلوا، ولا يوصلوا خصهم يجتهدوا. بذكرى فريق الكبار، في النظر ديالك فريق اتحاد فتح الزقان واش باقي عنده امل وحظوظ البقاء في القسم الوطني الاول؟ هو مع العلم انه في الدوره القادمه ان شاء الله غادي يكون معفى من زراعة المباراه، يعني بقى المباراه وحده على بعد دوره ثانيه من نهايه الموسم. شنو هما الانطباع ديالكم وكذلك وجهه النظر ديالك الشخصيه على الفريق واش عنده حظوظ ولا لا؟ بالنسبه لوجهه نظري الشخصيه كاي شخص في مدينه اين زكان كيمني النفس بان الفريق ما يسقطش للقسم الثاني. كنتمنى من الله باش تلعب لصالحنا بعد النتائج في الاسبوع المقبل اللي بعده، باش الفريق حرام يسقط للدرجه المواليه، لانه فريق كبير عنده بنيه تحتيه كبيره جدا، عنده اوتور بقياده السيد المعطي حامي، عنده لاعبين في مستوى، صراحه عنده لاعبين في مستوى كبار، الا ان بعد ما نقولوش مشاكل، بعد الحيثيات صغيره بدات هذا الفريق يتخبط في هذه المشاكل، وبحال اللي كنقول لك يخلص الثمن ديال شي امور قديمه، ماشي النتائج الاخيره. وكنتمناو من الله من هذا المنبر باش الفريق اين زكان يبقى في المكانه ديالو، يبقى في القسم الاول او بعد. ان شاء الله. كنشكرك على الاستضافه، وكنعطيك كلمه اخيره للجماهير السوسيه وكذلك جماهير اتحاد فتح الزقان. كلمه اخيره وخصوصا لجماهير فتح الزقان، كنتمناو باش يشجعوا الفريق ديالهم في المقابله المقبله،
وكي قلت لك املنا في الله كبير باش هذا الفريق يبقى ضمن قسم الصفوه وما يسقطش القسم. شكرا وتحيه رجاله من برا الرياضي. الان كنستضفوا سي معطي حامي، مرحبا بك على مقال المنبر الرياضي. سي معطي حامي، ممكن السؤال الواحد هو تجمعنا فيه اجمالا كيفاش كانت الاستعداد ديالكم لهذا المباراه وكذلك الانطباعات ديالكم وشنو هما كذلك المشاكل اللي كيتخبط فيها فريق اتحاد فتح الزقال لا بقسم الكبار ولا كذلك فئه الشبان. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا. باش نبداو غادي نقول لك حنايا تندير واحد الخدمه على صعيد الفئات الصغرى، مشينا مزيان لفئه الشبان لعبنا بها لا كوب دي سوس كبار ولعبنا بها لا كوب دي سوس ديالهم اكشوط، وصلنا للنهايه في الفئات بجوج. وفقنا الله اليوم بالحضور ديالكم، وفقنا الله سبحانه وتعالى، فزنا على فريق اتحاد بن سرقاوه الفريق الكبار بالضربه الترجيحيه، وهذا ناتج عن العمل الجد. بالنسبه للاستعدادات ديالنا لهذه المقابله كانت استعدادات عاديه، خصوصا انكم تعرفوا بانه شهر 6 تعرف تتزامنوا امتحانات ديال البكالوريا، امتحانات ديال سميتو، كان الغيابات، ولكن حاولنا نعوضوا ذوك الغيابات بتدريب كانت في وسط الاسبوع، خصوصا في الفتره بين 12 و2، والحمد لله الدراري كانوا حاسين بالمسؤوليه وبغاو يهديو للفريق الكبير، بغاو يهديو لهذه الكاس هذه، لعل وعسى تكون فرج ان شاء الله في هذه الدورات اللي باقيين، تكون فرج ونكونوا ان شاء الله من بين الفرق اللي غادي تبقى ان شاء الله في فريق القسم الاول هوات. بالنسبه للرياضه عامه في صعيد جهه سوس وكره القدم خاصه، تخبط في بعض المشاكل، وهذه المشاكل ديال الصراعات يا اما ثنائيه يا اما شخصيه. الا شفنا امل تيزنيت كنموذج، تخبطت في مشاكل بطريقه ديال العمل اللي تغيرت من واحد المستوى لواحد المستوى اخر. بالنسبه لنا حنا عين زكان كنموذج، عشنا واحد الفترات الفراغ خصوصا في بدايه الموسم، لا يعقل اننا لعبنا 9 ديال المقابلات وكانت عندنا 3 ديال النقاط، لانه الانطلاقه كانت من تيزنيت، هذاك الانتصار ديال تيزنيت هو اللي كان اعطانا شحنه قويه باش رجعنا، والحمد لله درنا مقابلات في المستوى، والله هو ولي التوفيق، الله ولي التوفيق ان شاء الله، وتنتمنى من الله سبحانه وتعالى يوفقنا باش نبقاو في القسم الاول هوات. بالنسبه للعمل القاعدي، العمل القاعدي انه الفرق ما عوض ما تجيب مؤطرين اللي في المستوى وتعطيهم الفئات الصغرى باش يوجدوهم الفريق الكبار، حنا تيكون لاعب سابق ديال الفريق تيعطيو فرقه تيبدا يتريني بها، تيكون داكشي شويه ارتجالي، يقدر ما تيكونش عنده حتى الاطار رخصه باش يدرب. تنتمناو من هذا المنبر هذا، تنتمناو في نفس الوقت نطلب من جميع مكونين الفرق السوسيه يكونوا خوت ويحاولوا يخدموا على الفئه الصغرى. راه قد ما تيكون لاعب اجنبي قد ما تتكون الصيغه ديال الفريق ضعيفه. تصور معايا، جبتي مدرب من برا جاب معاه 19 لاعب ولا 20 لاعب، كان سوء تفاهم بينك وبينه، ومشى هو ومشى معاه اللعابه، كيبقى الفريق وما عندكش فئه الشبان مؤهله على صعيد الجامعي باش يلعب. تنتمنى هذا نداء بالنسبه للناس ديال الفرق السوسيه يحاولوا يخدموا، وتنقول لهم بانه عندنا طاقات في المستوى، طاقات في المستوى في سوس، خصها تعطى شويه ديال العنايه وتعطى حقها، والله هو اللي يوفق ان شاء الله. سي كريم والشريف، الفريق ديالكم وصل للنهايه ديال كاس سوس، ما يسعفكمش يعني الحظ انكم فزوا بها، ولكن الفريق ديالكم قدم واحد يعني مسار كيف ما كان الحال، مسار جيد في منافسات الكاس. بالنسبه للبطوله يعني ربما خانوا الحظ، ولكن الفريق يعني كيتوفر على واحد المجموعه من اللاعبين في مستوى يعني جيد. اولا السؤال الاول، يعني كيفاش شفتوا السي كريم هاد المنافسات هادو، كيفاش دازت يعني الايجابيات السلبيات في نظركم؟
اولا السلام عليكم، تحيه للمشاهدين الكرام ديال الموقع ديال المنبر الرياضي. بالنسبه للفريق ديال الاتحاد بن سرقاو، كما كتعرف انه هاد السنه هذه ربما تخبطنا مجموعه ديال المشاكل، لان الاشغال اللي تفتحات في بن سرقاو ديال الملعب خلقت لنا بعض المشاكل، خصوصا يعني فين نستقبلوا المقابلات ديالنا، ومن طون فين فين ندربوا. بس كيفي ديجا هاد الانجاز اننا نطلعوا للمقابله النهائيه هو انجاز في حد ذاته. لعبنا مع فريق كبير اللي هو فريق الاتحاد في الخنزكان المعروف في جهه سوس مسطعة، فريق اللي هو منظم وهيكل، قدرنا نبينوا على واحد المستوى اللي هو راه مزيان داخل رقعة الميدان. ما توفقناش في المقابله، مشينا للزاريج للضربه الترجيحيه، كان الفريق ديالهم تفوق، ولكن هما كيبقاو ضربات ديال الحظ، الحظ ما سعفناش، وكنتمناو ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله انه نفوزوا بالكاس ديما ان شاء الله. السي كريم، شنو هي الطموحات ديال الفريق ديالكم في الموسم المقبل ان شاء الله، يعني من بعد تجاوز مشكل الملعب الفريق ديالكم في البطوله لن يقدم يعني واحد المستوى كما يعني كيطلبوه الجماهير ديالكم، واليوم كنلاحظوا الغياب ديالهم. بغينا السي كريم يعطينا يعني بواحد الرساله للجمهور ديال بن سرقاو فيما يخص الطموحات ديالكم كمكتب مسير، كرئيس ديال الفريق اتحاد بن سرقاو. اشنو ممكن تقولوا لهذا الجمهور، يعني شنو التطمينات اللي ممكن تعطيو؟ هو بالنسبه للطموح ديالنا كمكتب مسير، هو الطموح ديال اي مسير يعني هو نحققوا نتائج ايجابيه لما لا الصعود، ولكن هذا الصعود هذا ربما النتائج الايجابيه كتصدمج مع واحد الواقع اللي هو الواقع المادي. حنا كما كتعرف في اكادير ما عندناش منح اللي هي منح في مستوى التطلعات، يعني ان منح اللي هي منح بسيطه ما كتجاوش 130 الف درهم، وانت كتعرف انه كاين مجموعه ديال الانديه في القسم الثالث يعني عندهم واحد المنح اللي هي منح هائله. لذلك حنا كنجيرو باليوم موان ديالنا، ونطلبوا ان شاء الله تيكون شي دعم اللي هو دعم مادي في مستوى التطلعات ديال المكتب المسير وديال اللاعبين. ما كنتش نخلصوا، ولكن ظل الاكراهات الماديه صعيب بزاف. سؤال اخر السي كريم فيما يخص العصبه، يعني واخا ما بغيتيش تهضر باسم العصبه، ولكن فقط يعني الراي ديالك، كنطلبوا الراي ديالك. انتم يعني تشتغلون من داخل ديالي بالعصبه، هل انتم راضون على العمل الذي قدمه المكتب المديري للعصبه في الموسم يعني الحالي؟ هو الرضا ماشي انا اللي غادي نقول لك، هو الانديه ربما الانديه ديال العصبه سوس حست انه كاين واحد ماشي نقول واحد تحسن، ولكن كاين ديزافونتاج اللي هما تعطاو هذا الموسم، وكاين بزاف ديال التكوينات اللي دار الموسم الماضي. الور انا في نظري انه العصبه كدير العمل ديالها، رغم انه كاين مجموعه ديال العراقيل ومجموعه ديال سميتو، ولكن العصبه الحمد لله راه خدامه، وكاين الناس اللي هما اكفاء وبغاو يخدموا هذه العصبه هذه. وشكرا. الان كنستضفوا واحد من نجوم فريق اتحاد فتح انزكان اللاعب عمر ابي داره، مرحبا بك على موقع المنبر الرياضي. اولا كيفاش هما الانطباعات ديالك من بعد الفوز بلقب كاس سوس امام فريق اتحاد بن سرقاو؟ شنو هي الانطباعات ديالك والشعور ديالك من بعد هذه المقابله؟ الحمد لله، المقابله هذه ربحناها ماشي بشي حاجه، ربحنا بدراري صغار ولعبنا بجينيور، ما لعبناش بسينيور. السينيور عندهم بعض المشاكل، وكنتمنى من الله يخرجوا من ذوك المشاكل. وحنا الحمد لله من هذه المباراه هذا تنتمناو في السيمانه الجايه ان شاء الله كون ضر ايت مليون ان شاء الله نديروا شي نتيجه ايجابيه، ونديروا الكاس لاكوب الاخرى ان شاء الله. وحنا تنتمنى هذه المباراه هذا تنتمناو ان شاء الله الجينيور يديوها فيهم، راه عندهم تما امكانيات والحمد لله، وكان احسن باي شعور بحال اي شيء اي لاعب اخر. كاسوس يتمنى اي لاعب يدي، ويتمنى اي واحد يفرح بهذا كاسوس. وشكرا. بطبيعه الحال لاعبين الشبان هما اللاعبين الاساسيين للفرق الكبرى. سي عمر، اذا ممكن انك تقربنا من اسم عمر ابي دار، امتى بديتي المسيره الكرويه ديالك مع الفريق اتحاد فتح انزكان، او كذلك المسيره الكرويه ككل، وتقربنا للطموحات ديالك المستقبليه ان شاء الله.
المسيره ديالي انا بدا من نهار عقلت انا وانا في اتحاد فتحين زكان من سوسوميني من باقي صغير وانا في اتحاد فتحين زكان وغادي تنتدرج في الفئات الاخرى. والطموحات ديالي كاي لاعب نلعب في برومينسيل ونحضر ان شاء الله لماذا والحمد لله وكنتمنى من ربي يوفقني ان شاء الله.